السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أخواني وأخواتي، وأهلا ومرحبا بكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بخير، تتكرمون عليه. شايفين العنوان هو جريمة الزرقاء، يبدو أن الأمر أكبر مما ظننا. هذا العنوان عبارة عن خواطر بما يفتح الله سبحانه وتعالى حول بعض المعلومات اللي نتواصى فيها بالخير إن شاء الله بإذن الله. يعني قد يكون أحد العناوين اللي ممكن أضع كلامي تحتها الآن في حديثي معكم هو والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن شاء الله يكون هذا من موضوع التواصي بالحق إن شاء الله بإذن الله والتواصي بالصبر. طيب كالعادة أكدوا لي إذا تكرمتم، معلش قبل ما أحكي عن الموضوع، صوتي واضح؟ هاي الصوت واضح؟ الأخ رائد بيقول 5 إلى 10 أشخاص يأكدوا لي الصوت واضح مشان أنسى الموضوع وخلاص ما أردش أحدا بعدين. هاي في 3 بيقول الصوت واضح، والأخ رامي بيقول ارفع الصوت، معناته عندك مشكلة أخ رامي. هاي الأخت ابتسام 4، علي أمين بيقول الصوت واضح، مراد بيقول الصوت واضح، هاي صاروا 6، خنوصل 10 مشان أتأكد 100%. هاي أم محمد 7، صوت واضح، هاي عبد الناصر، وهاي مراد، وهاي ماريا، وهاي جنان، وهاي رغد أو رغيد آسف، وأمل. يعني تجاوزنا 13 واحد، هاي 14، وهاي حمزة ما شاء الله. طيب خلاص يكفي إن شاء الله. جوليانا شكرا، الله يجزيك الخير، وأخ علاء بارك الله فيك، حمد عرب، اللهم صل على سيدنا محمد، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الآن تقريبا 20 شخص أكدوا لي أنه صوتي واضح وتمام. فأي شخص عنده مشكلة في الصوت فالرجاء يا إما الموبايل في مشكلة، يا إما الأبليكيشن في مشكلة، أو في إشي عندك يعني الله يجزيك الخير فسامحوني. هذه الأولى، كما هي العادة لابد من طلبين دائما أطلبهما. الأول، أي شخص إذا تكرمتم علي دخل وقال الصوت مش واضح أو مش سامعينك، تدخلوا تشرحوا له أنه المشكلة عنده، لأنه نحن تأكدنا الآن باليقين حوالي 30 شخص صاروا بعتين لي. هذه الواحدة. والثانية، الله يجزيكم خير، اعذروني من يطلب الرقم الشخصي للمتابعة، أعتذر لا أستطيع لأن العدد كبير جدا جدا، وعدد الأشخاص اللي أصلا شغال يعني في متابعة قضاياهم ومشاكلهم هنا في كندا ماخذ وقتي مسكر تماما 100%، لذلك أعتذر منكم الله يجزيكم خير. وكما وعدتكم أنا في مجال السعي للتعامل مع شركة محترفة متخصصة بحيث التعامل ضمن فريق عمل مع هذا الأمر، بحيث أقدر أتعامل مع عدد ضخم من الناس، يعني نحوله لشيء جديد. anyway، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا أحبة أشكركم جدا بداية على تفاعلكم وعلى دعائكم وعلى كذا، ويعني وكلكم شفتوا الكارثة اللي اطلعنا عليها قبل كم من يوم. أسأل الله الأخ الفاضل الأخ صالح اللي علمنا دروس صحيحة رغم من المصاب والمبتلى اللي دخل فيه، لكن شوفوا كيف سبحان الله ردة فعله الأخلاقية كانت عجيبة جدا. أنا الآن نأخذ دروس طبعا، وقبل ما أعلق اعتبروها لحظة. شو قلت؟ جريمة الزرقاء يبدو أن الأمر أكبر مما ظننا. أكبر مما ظننا بإيش؟ أكبر مما ظننا بالنوعية وبالحجم وبال خلينا نقول بالتفاصيل وبالخطورة وإلى كل هذه الأمور. ومع ذلك ممكن الناس يقول لي طيب أوكي شو بنستفيد من بدك تحكي؟ أنا راح أقولكم بآخر البث الرجاء المهتمين، بدي أحكي تقريبا حوالي 6-7 يعني رسائل مختلفة، لكن تدور كلها حول إيش استفدنا من هذه الكارثة اللي حصلت عندنا من زاوية. وفي المقابل بدي أقول في نهاية الفيديو أنا إيش بستفيد وأنتوا إيش بتستفيدوا منكم تسمعوا على واحد مثلي بس من رأي البعض يعني والله هي حكي. أنا بدي أحكي لكم في نهاية الفيديو شو فائدة الحكي، والموضوع فعلا في من وراء فائدة أنه نحكي ولا تضيع وقت. أول شيء الرسالة الأولى، بتعرفوا أنا مثلي مثلكم بتابع الأخبار وبستنى حتى تكثر الأخبار، نتأكد منها نقارنها نعمل إلى آخره. الرسالة الأولى يا أحبة، ظاهر اللي قرأته من الإعلام إنه لاحظوا في البداية أنا شو قلت؟ عبارتي كنت أنا كمان معلوماتي قليلة زي غيري، لما قلت هذا قتل عفوا قطعت يداه وسملت عيناه ورمي بهذه الطريقة الوحشية اللي ذكرناه، مع إنه هو ما إلوش علاقة. مين اللي إله علاقة؟
فأنا حكيت عبارة بما معناها من اللي قرأته من الميديا إنه والده عامل جريمة وقاتل وإلى الآخره. فإحنا لا شعوريا كلياتنا كنا متضايقين من مين؟ من والده. من والده لأنه ارتكب جريمة، يعني ليش ما راح عملوا مع والده؟ فإذ بنا نفاجأ هذه الرسالة الأولى إنه والده المسكين قتل فعلا، لكن إيش؟ دفاعا عن نفسه ضد بلطجية. طب هذا وقفني قسما بالله، رفع ضغطي زي ما رفع ضغطي نفس المشكلة ذاتها. يعني الأب، ركزوا معاي، الأب أصلا بيرتكب جريمة وهو بيدافع عن نفسه، مش بيدافع عن نفسه من شو بدي أحكي أنا، يعني غرباء جايين بسفينة فضائية، لا لا، بيدافع عن نفسه من نفس البلطجية. يعني الأب انحبس وهو يدافع عن نفسه، وهذه الرسالة اللي أبعتها للمشرعين، للقضاء، للي إلهم علاقة بالموضوع، للي بيقدر يضغطوا، للأصحاب حقوق الإنسان، الجمعيات اللي مجننت 24 ساعة بتاخذ فلوس من الوزارة، من السفارات الأجنبية، ما بيعلقوا إلا على خلع الحجاب وعلى العلاقات الجنسية وعلى أنها تطلع من البيت وترقص وتغني للنعانة. طب احكوا بالله عليكم، الجمعيات اللي بتعرفوها هاي ومن ضمنها الجمعيات النسوية اللي 24 ساعة ما بيحكوا غير عن قضايا الأخلاقية والجنسية بس في الأغلب، شو بيقوموا بمساعدتنا لحل هذه الإشكاليات؟ بروحوا بيتابعوا بالقوانين بس القضايا اللي بتعطي حرية للبنت أنها تطلع تمارس الجنس. طب غير هيك بيضغطوا على التشريعات اللي تعاقب هدول الناس، عمركم شفتوهم وطرحوا قضايا همومنا إحنا كشعب ناس عاديين؟ بس سجلوا عندكم الجمعيات هاي من مثل بعض الجمعيات النسوية اللي بتاخدوا فلوس من السفارات. مش هون موضوعي، موضوعي إنه ظاهر اللي قرأناه إنه الأب إنسان طيب ومعتدى عليه، دافع عن نفسه. هون الرسالة، الشخص اللي ديروا بالكو بيقتل دفاعا عن النفس، الأصل ألا يلام، الأصل ألا يلام. وبعدين دفاعا عن نفس مين؟ من بلطجية. وشو البلطجية؟ البلطجية مبلغ عنهم ومعروفين، يعني هذه مهمة الدولة أصلا تحمي من هؤلاء. اضطر دفاعا عن نفسي أن يفعل ما فعل. عنوان كبير بفتح علينا أبواب قانونية وتشريعية ونواب والأخير. وهي في أحد هون عم يصحح لي معلومة، الأخت تسنيم بتقول حارس، الأب حارس أجوا بدهم يسرقوا المكان اللي بحرسوا، الأب لما حاول يدافع هجموا عليه واضطر. طب أنا سمعت أنه دافع عن حاله ضد بلطجية، يعني طب إذا حارس لسه أكثر وأكثر، يفترض الشركة اللي بيشتغل معها، يفترض حارس الدولة يفترض توقف معه وتجيب. أقول لك بعدين المجرم المعتدي لا دية له أصلا، المعتدي لا دية له ولا حق، المعتدي جاي بده يقتل. إذا أنا سويت في إشي وأنا بدافع عن نفسي، أنا الأصل إن قال لي الله يعطيك العافية وأسفين إن اضطريناك تدافع عن نفسك، لكن مسألة دولتي، دولتي تدافع، أنا بدي أدافع عن نفسي ضد مثلا عصابة جاية تهجم وأنا حارس؟ لا، أنا دوري أنبه أسأل إلى آخر. بعدين أنا يفترض القوانين تحميني إذا أنا عم بقوم بدوري في الحراسة، إذا المعلوم صح إنه حارس، يفترض لو اضطريت أثناء القيام بواجبي إني أخلص على العصابة كلها ما أحد يلومني. طب إذا كنت على بسطتي أو في دكانتي ودافعت عن نفسي، أنا شفت فيديو كلكم شفتوه لأنه انتشرت الفيديوهات، مجموعة من مجموعات هدول البلطجية مثل اللي عملوا نفس هذا العمل مع الأخ صالح الله يخفف عنه، شفت بعض الفيديوهات اللي انتشرت إنه كيف بدخلوا في الزرقاء على المحلات، زلمة في محله واقف بيهدد بصيح، طبعا في صورة بس ما في صوت، بس أنت بتقدر تستنبط إنه ورا الكامتر بيحكي بعدين بخبط بإيده، عم بيطالب بإشي يبدو هذاك ما عم بيعطيه، احتمال عم بيطلب منه الأتاوة. فجأة طلع معاه شغلة هيك كيس إشي، طلع منه مش عارف هي سكينة كبيرة، هي عصاية حديد، هي عصاية خشب، بس إشي أسود طوله هيك هالقد، وصار يخبط بالكاونتر، وراح على والكاميرا طلعته تماما، راح على شو اسمه ابواب الثلاجات، فترينا مش عارف إشي فيها، في بضاعه معروضه، وصار يكسر بالقزاز تكسير، يكسر. صاحب المحل واجى قرب له، صاحب المحل بده يؤذيه، صاحب المحل طلع من جزء من الكذا، طلع معه مسدس، ويبدو المسدس صغير جدا، اطلق عليه المجرم تبع العصابه، عمل هيك وطلع على ايده، واضح انه انصاب وضل يضرب. يبدو صاحب المحل ماسك مسدس، يعني أنا بفهمش بالمسدسات، بس يبدو مسدس كثير صغير لدرجة إنه يعني ما بيأذي، يعني أقصد ما بيأذي، إذا ما بيقتل خلينا نقول، لأنه واضح إنه عمل هيك تبع العصابة، تخيل، وتطلع وحط على إيده هنا انصاب وكمل خبط كأنك ضربته بخردق، يعني بعرفش عادي شو نترجم الخردق، اللي ما النشامة والنشميات، الرجاء ادخلوا ترجموا شو الخردق، البارود اللي نصيد فيها العصافير هاي اللي نحط فيها
مسميها مجازا رصاصة، اللي هي إشي زي ألمنيوم صغيرة هالقد يعني، يعني ما بتقتل إنسان. يبدو طخوا بإشي زي هذا وطبعا وطلعوا سكروا الباب صاروا كسروا قزاز، وأبصر شو صار صاحب محل بعديه. فأنا بتخيل أنا لو أني بمحلي، عم بحكي أنا بالمنطق الشرعي، أنا قاعد إجا واحد مسك سكينة كبيرة وبيقول لي بدك تدفع، لا بديش أدفع، بسوي صار يكسر، واحتمال بأي لحظة البلطة اللي معاه أو السكينة أو اللي هي احتمال يجي ويقتلني. حق الطبيعي البدهي أني أدافع عن نفسي حتى لو قتلته. فالرسالة الأولى تخيلوا، تخيلوا إحنا انشغلنا الله يكون بعونه بكارثته ونسينا مشكلة أبوه. هسا استوعبت أنا ليش وهو إيديه مقطع لما أول مقابلة قابلت إحدى القنوات الفضائية كان بيبكي على الهواء، أول كلمة طلعوا أبوي طلعوا أبوي طلعوا أبوي طلعوا أبوي. ببالي قلت يا الله إيدك مقطعة وعينيك مخلوعة، حياتك تدمرت وما كل هم أبوك اللي عمل جريمة، لأنه إحنا كان المنشتهر اللي اشتهر للأسف إنه أبوه قاتل، فإحنا فكرنا عصابات ببعض. طلع أبوه المسكين دافع عن نفسه. بالله عليكم من يعرف أحدا بخاف الله؟ ناس من الواصلين، من المش منتبهين، من اللي ممكن إذا حركوا يعملوا قضاء نيابة أعيان، حركوا قضية أبوه يكفي أقل أقل شيء يفترض الدولة يتخفف عن مصاب هذا الولد إنه الأب لازم يطلع. إذا فعلا الأب قتل دفاع عن نفس لازم ينعمل له استثناء والآن يطلع، وكل اللي زيه أي إنسان بيقتل دفاع عن نفسه مش لازم ينحبس، مش لاقي إذا عم بدافع عن نفسي مشان الله. تخيل دافع عن نفسي مش بهوشة الحق قد يكون عليه فيها، لا بلطجية حرامية ملاعين عم بيهاجموني قد يقتلونني. فهذه الرسالة الأولى. بحكي لكم ليش عم بحكي هذا الحكي بآخر الفيديو. الرسالة الثانية، في أحد الإخوة ما حفظت منه ولكن الله يجزيه الخير سأل سؤال أول ما طلع الفيديو، صار ينتشر بين الناس إنه عليه 256 قيد، بعدين صححوها قالوا 172 قيد. فأحد الإخوة قال 170، يعني لما تحكي قيد يعني انطلب بجريمة بسرقة بسطو اتبلغ عليه وانمسك وتسلم. ركزوا معاي حد علمي، هذا معنى القيد، عليه قيد شكوى انمسك خيل. فإجا أحد الأشخاص حسب الحد الأدنى للتوقيف، الحد الأدنى بأي مشكلة وجنية 3 أشهر، يعني بدي أفترض أنه واسطات الأردن كلها معه برضا، كل الأردن معه كان بكل قيد بكل مشكلة بكل سطو بكل ضرب بس 3 أشهر يقعد. فثلاثة أشهر بـ 170 بيطلع 43 سنة، هذا يفترض يقعد 43 سنة في السجن. طب هذا قاعد عم بدير العصابات وهو والمجرمين اللي معاه كيف؟ لاحظوا هذا سؤال. فواحد بيقول لي ما هو مرات وسطات ما انحبس. طيب يا سيدي بنصهم ما انحبس، يعني عليه حبس 25 سنة. 25 سنة إذا نجمع القيود إذا نحكم بالحد الأدنى، وفي من 3 أشهر لعشر سنين. طب لو نحكم بتنتين من 170 بالحد الأوسط، طب عليه هذا 50 سنة، هذا حر طليق كيف؟ سؤال كبير بدنا نسأله. لا أخفيكم أنا عمالي بفكر وعم بحط بقول في شيء أنا محيرني وبدي أربطه بإشاعة ما بعرف، بس مش سهل لأنه تقريبا كل الناس عم بيحكوا فيها الإشاعة، إنه ليش السبب إنه نشروا إنه اسمه الزنخ، خبوا اسم عيلته. شو سبب الإشاعة؟ بيقول لك إنه مرتبط بمسؤول كبير جدا 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 في الأردن من نفس العيلة وداعمه، وطلعت إشاعة قوية جدا جدا كمان إنه كاين أصلا محبوس وطلع بواسطة لواحد مترشح للانتخابات. هلا بعلق على موضوع القريب السابق واسم الكذا، وإنه إحنا صرنا الآن ندغدغ مشاعرنا بأنه نحكي عنه الزنخ الزنخ الزنخ. طب مين هو؟ نعرفه، هو مين؟ تابع لمين؟ من أي عيلة؟ مين هم قرايبه؟ مين عم بدعموه؟ مين اللي وراه؟ المهم مش هون النقطة. دغري تسألت صرت أحلل وربط الموضوع بما يلي. واحد عامل تخيلوا جريمة بهالقسوة هاي، مقطع ايدين وخالع عينين ورامي في الشارع وتركه يصيح، والأجهزة الأمنية خلال ساعات ساعات كانوا جايبينه، واضح انه ما كان حريص يهرب. يعني بالمنطق واحد عليه 170 او 250 قيد، يعني محترف إجرام وعنده كل هالواسطات، قدرته على الاختباء يعني هالقد معقدة. طب ما هو راس ماله لو راح لمنطقة ما حد بيعرف فيها وسكر حاله الباب أسبوع كان لحد الآن مش ملاقينه،
يعني هي معقده انه يطلع بسيارته ويطفي كل الاجهزه تبعته ويقعد بالصحراء. طب شو الرساله اللي باخذها من انه خلال ساعات كانوا جايبينه؟ هلا من زاويه قدره الاجهزه الامنيه الله يجزيهم الخير، بس من زاويه ثانيه في مؤشر ما بجزم فيه، الزلمه مو سائل، المجموعه مش سائله. ليش؟ يبدو عندهم تراكم، 170 قضيه كل الو وبطلع، الو وبطلع، او واسطه، نائب، كذا الى اخره. كونه مش سائل يعني بقول لك طقوا راسكم بالحيط حتى قبضتوا عليه، راح اطلع. هذا التحليل المبدئي اللي انا بقدر افهمه من فكره عمل. وبعدين لاحظوا رماه بالشارع ومش سائل، يعني هو بده الرساله توصل. هذا يدعوك طبعا، رسالتي الى صاحب القرار المنفذ والمشرع اللي بايده القرار الان، اخي الكريم، اخي الحبيب، اتق الله في مسؤوليتك، واياك ثم اياك، وخف الله انه تحت اي ضغط، اي الو، اي مسؤول، ولو فقدت وظيفتك، لكن يكفيك شرفا انك برقبتك مش راح يكون كل هذا الموضوع. اياك ان تخضع لاي واسطه في هذول المجرمين. طبق اعلى ما يمكن، خذ القرار ولا تنتظر ولا تخف من احد، واتق الله. واعلم انك اذا قصرت يا فلان صاحب القرار، انا مين صاحب القرار مش عارف، انا ما بعرف، لكن اللي بايده قرار عم بسمع بتسمعوه بتحكوا له، بدك تعرف انه ربنا له انتقامه في الدنيا قبل الاخره. واللي بعمله انا اذا ما بلاقيه في نفسي وبلاقيه باحبائي، لما انا اغض الطرف نتيجه الو عن مجرم زي هذا او امثاله، اي واحد زي قدر الله عرفنا عنه، طب في عشرات ما بنعرف عنهم. اذا انا بساهم لانه انا رديت على الالو ولانه خجلني فلان وتحت قضايا اسباب بسيطه لا قيمه لها، لا وزن لها، لو عملت هذا الحكي ممكن بلاء، ابسط بلاء ربنا يعاقبني فيه انه اللي طلعته نفسه هذا بعد ايام يتسبب في قتل ابني انا، او والعياذ بالله يتسبب في التحرش بطريقه قذره ببنتك، وقتها بدك تروح انت اللي طلعته وهي كانت ردة الفعل. اكيد مش راح يكون ماكل هم يدور انه هذا ابنك ولا مش ابنك، شافه بالشارع او صلبط عليه او تحركش فيه او كذا الى اخره. فبدنا ندير بالنا، بدنا نطلع. اذا الرساله الاولى هي رساله لاصحاب القرار والتشريع والجمعيات الخيريه، انه اذا المعلومه صادقه انه والد الفتى دخل سجن دفاعا عن نفسه من بلطجيه، فاسال الله ان يسخر من الخيرين اللي قاعدين بيسمعوا انه نضغط في اتجاه انه ابسط شيء يقدم لهم يطلع من السجن. هذه واحده. والثانيه زي ما قلت انه 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 واضح انه في واسطات عم تدعمه بدليل 170 قيد بده يقضيهم، بده 43 سنه بحد الادنى، 3 اشهر. طب اذا اخذ فيهم 6 اشهر بده 86 سنه، طب اذا اخذ فيهم سنه بكل واحده بده 170 سنه. يفترض هذا يعفن في السجن، يفترض، مع انه لا، هو الاصل انه يعدم، اذا بدك الحكم الشرعي يعدم، انما جزاء ولا خلص ريحونا منه، بروح على السجن بياكل شارب نايم من الضرائب اللي انا وياك ندفعها، وحكيناها المره الماضيه. طيب هذا الكلام يدعوني الى رساله ثالثه لها علاقه بالمجتمع فينا احنا، انا وانت وعمي وعمك وخالي وخالك وابوي وابوك وابن عمي وابن عمك وقرابتي وقرابتك، والقصص هاي كلياتها. ايش الاشكاليه؟ أتحدث، كنت عم بدردش مع شخص أثق فيه يعمل بشيء له علاقة بالجهاز القانوني والقضائي في الأردن، عزيز على قلبي وأثق بمصداقيته وخلقه ودقة معلوماته، يعني هو من داخل الجسم القضائي في الأردن. بقول لي معلومة، وهذا الكلام قبل أقل تقريبا من تقريبا قبل حوالي 24 ساعة حدثني إلي، بيقول لي المشكلة يا دكتور، قال نستمع لشكاوى مزعجة جدا جدا من الحكام الإداريين. هو قال لي عبارة حكام إداريين، استحيت أسأله شو قصدك، بس أعتقد أنه قصده فيها المحافظين، المحافظ هو نفسه أظن الحاكم الإداري، أنه بقض خيل المحافظ فيه له مهمات، هذا حاكم إداري، المحافظ تخصيصا عنده سلطة أنه بيقبض وبيحبس وبيحط بأيام بالمشاكل بدون ما يروح للقضاء وكذا. في بعض المحافظين بقخ ادخل على مكتب الصبح بقول بسم الله يا الله، ما بلحق يطلب فنجان القهوة بتبلش الواسطات. من مين بالدرجة الأولى؟ من النواب. لوين جايين؟ مشان يطلعوا الموقوفين أصحاب الأسبقيات في كثير من الأماكن. المتصرف، الله يجزيك خير، شكرا للي صلح لي، المتصرف، الحاكم الإداري هو المتصرف.
متصرف لواء معناته متصرف لواء كذا. شكرا على التصحيح، الله يجزيكم الخير. معلوماتي بالتصنيف الإداري ضعيفة. إذن أتحدث عن المتصرف، سموه متصرف لواء. لواء فلاحظوا عم بيشكوا بعضهم، وهي الشكوى إلها علاقة بإيش؟ إلها علاقة بمنتاليتي تبعتنا إحنا، إحنا كشعب، بعقليته وعقليتك، عقلية أبوي وعقلية أبوك الله يرحمهم، عقلية عمي وعمك، عقلية ابن عمي وابن عمك، عقلية عشيرتي وعشيرتك، عقلية عائلتي وعائلتك، أنا وإياك. الآن هذا المتصرف الإداري أو المحافظ أو الحاكم الإداري، سميه من شئت، عنده صلاحيات. يجوا يقولوا له فلان كذا بلطج عمل، عنده صلاحيات بوب يوقف ويودي للمحكمة، بيقضيها طول مرة وسطات مع مين؟ مع النواب. بينهم النواب، طب ولكم أنتم يا جماعة، طب النواب يفترض بمثلون بمثلوك، رايحين بدهم يطلعوا أزعر بلطجي قاعد بياخد أتاوات، بيجي الحاكم الإداري بيقوم بدوره طول وقتنا، وأين الدولة؟ أين الدولة؟ راح قام بدوره، حاكم إداري بخاف الله، أدى دوره، بعت الشرطة لتحت تصرفه، جيبوه اشحطوه حطوه. مين اللي بي 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 بيسلخ الدنيا بجنن وما بيطلع من عنده وبدخل بالواسطات وبيجيب العبي معه؟ النواب، وبعض الأحيان شيوخ العشائر، وبعض الأحيان وجهاء الأبصر إيش المخيمات بدون العالم. رسالتي وجهاء المخيمات والمناطق وشيوخ العشائر والنواب، هذول الفئات الثلاثة والمخاتير اللي هم بلغتنا إحنا في الأردن اللي هم وجوه الشعب، بيقضوها داخلين على الحكام الإداريين، يضغط ليطلعوا شجرة براسه ليطلعوا. طب هلأ المشكلة فقط في الحاكم الإداري؟ طب الحاكم الإداري إذا ما استجاب للضغوطات وما بيردوا، ما إله وجه وما تبونوش علينا، تاني مرة بتبونوش على الزعران، تحكوش معنا، بدنا نغير يا أخوة، بدنا نضغط على بعض إحنا بيناتنا الناس المجتمع، بدنا نضغط على بعض. ما نسمح، إذا سمعت إن أقول لك بدي أعتبر أبوك هو مختار، أبوك واجهة، أبوك شيخ عائلة، أبوك شيخ عشيرة، أبوك وجيه من كبار وجهاء مخيمات، بدي أعتبر سمعت إنه راح يتوسط لواحد بلطجي، أنت بدك توقف وجهه تقول له اتق الله يابا، لا تروح تحكي مع إمامك، لا تمشوا معاه حتى لو زعل منك، اضغطوا. بدناش الضغوطات مع هدول المجرمين. انتوا تخيلوا لما الحاكم الإداري، هلا بدنا نحكي بطريقة كذا، الحاكم الإداري، أو طبعا ليش بحكي حاكم إداري؟ حاكم إداري سهول، بيختلف عن الشرطي، بيختلف عن ضابط الأمن. الناس ما بتقدر تاخذ جاهة وتروح على مديرية الأمن العام، يدخل على مدير الأمن العام بهالطريقة هاي ويطلع ما طلع، انه هدولك محكومين بمؤسسة عسكرية، ببساطة ما بقدر عليه، انتهى. لكن بروحوا لميم للناس اللي طبيعة وظيفتهم فيها النوع من المرونة، المرونة اللي بيقدر يتصرف فيها، بيمسكوا من هالنقطة وبيضغطوا. برضو بدها تغيير تشريعات، نعم بدها تغيير تشريعات، لكن بدنا كذا. وبدي أربطكم يا أخوة، ديروا بالكم لما النائب يكون بيقضيها واسطات عند المسؤولين الحكوميين، يضغط عليهم مشان يطلع الزعران، معناته في مشكلة. بنرجع للي حكيته المرة الماضية، أنا ما بدي أعيد، بالرجاء شوفوا الفيديو اللي قبل هذا اللي هو موضوع جريمة الزرقاء، الفيديو اللي قبل هذا. وأشكركم على مساعدتي في نشره، لأني أنا انصدمت من عدد الناس اللي وصلهم هذا الفيديو، أسأل الله أن تكون الرسالة قد وصلت. لكن ارجعوا، قلنا لكم التشريعات، والتشريعات بيدين مين؟ بيدين النواب. والنواب كيف عم بوصلوا؟ صح في تزوير من بعض الأجهزة في الدولة، وهذا الكل اعترف فيه، بس قديش بده يوصل؟ 20%؟ 30%؟ 40%؟ ما بيقدروش يزوروا 100%، ما بيقدروا. خليهم يا سيدي يلعبوا بال 30%، وال 70%؟ 70% في 10-20% خيرين، أنا بحبهم وبحترمهم، أنت بتحبهم وبتحترمهم، بوصلوا. ضل عندي 40%، هدول مين؟ تزوير المجتمعي حكيناه، اللي بيشتري، اللي بيشتريني بصحن كنافة، بيشتريني بصدر منسف، بيشتريني بعزيمة، بيشتريني بورقة 20 دينار أو 50 دينار، برخصني. هذول الناس لما يوصلوا، ماشي، شيء طبيعي لما يكون هو واصل بيكون حدا بضغط عليه، اللي عنده مصالح، عنده المسؤولين عن العصابات، هو أصلا مش سائل فيه فيك، لأنه أنا عنده صحن كنافة. يعني إيش صحن كنافة الآن؟ دينار وربع. صحن كنافة ليرة، قيمتي عنده ليرة، يقول لي روح، يعني والعياذ بالله قد ينظر إلي. يعني الآن الحذاء اللي بيكون بلبسه قد يكون ثمنه 150 200 250 دينار، أنا قيمتي عنده
كشخص قبلت اني انا اعطيه الصوت بصحن كنافه، انا قيمتي عنده ليره، يعني انا قيمتي واحد على 250 ملي برجله. تخيل، سامحوني كلام قاسي، بس هدول النواب اللي وصلوا بهالطريقه هاي واللي نسبتهم 40% على الاقل. واحد بيقول لي مو في تزوير، اعترفنا يا اخي، بقول لك في تزوير 40%. الدوله او بعض الاجهزه اللي يقال انها بتقدر، اوكي، بس ما بيقدروا 100%، في حصه علي وعليك يا اخي، انا وانت، هذول ما بصير نوصلهم. ونرجع نقول بدل ما يكون حجم الاختراق والتزوير المجتمعي مع التزوير شبه الرسمي يكون 80%، واحنا بنضل نطلع 20% الاقليه اللي مش قادره تتنفس، نكبرهم ل 50%، يصير على الاقل واحد لواحد تفلت منا مره ونعملها مره. طب كيف سويناهم 60 ل 40؟ ما تسمح. اللي بتعرفه اصلا بدعم البلطجيه، اللي عمك خالك ابن عمك اخوك، انسى لي هذا الموضوع، بدك لله تعالى، هذا كله مربوط. لاحظوا كيف انت، ليش بقولكم الامر اكبر من ذلك؟ الان عندي التفاصيل، استوعبنا انه الموضوع اكبر مما كنا نعتقد بكثير جدا. طب بنجيبهم، الشرطه بتجيبهم، الحاكم المتصرف الاداري، الحاكم الاداري بيجيبهم، بحطهم مشان يتحاكموا. مين اللي بيطلعهم؟ الوسطات المجتمعيه، على راسهم مين؟ نواب، اعيان، شيوخ عشائر، شيوخ مخيمات، مش عارف كذا الى اخره، وجهاء خلينا نسمي، بروحوا بيلبسوا هالعبي وبروحوا. فحاكم اداري بيطلع بيشوف له 15 عبايه وداخل اللي عنده، بقول لك انا وين بدي، بديش اعطي كرامه لهالوجوه هاي كلياتها، بقول لهم ابشر، دقت على صدره وبطلع. هيك عاداتنا وتقاليدنا، هيك احنا عايشين كلياتنا، احنا كلياتنا هاي عقليتنا. طب امتى بنغير هذا الحكي؟ شوفوا رائع، مش غلط نستخدم العبي هاي كلياتها في ان نرفع الظلم عن واحد مظلوم، مش غلط، مش غلط نروح نهدد واحد ظالم، بس واحد بلطجي سرسري هامل أزعر بيعتدي أتاوات بسرق يروح يعمل، تجيني واسطة أجيب العبي والجهات والنواب مشان أطلعه، بمخ مين؟ وأين أنتم من الله؟ رسالتي الآن دير بالك مش للدولة، رسالتي للمجتمع، رسالتي لأخوي، رسالتي لأختي. واحد بيقول لي شو دخل أشوف الشباب؟ لا سلام، طب هم النسوان بالتليفونات بيحركوا الإزلام، مين كذا؟ بدك تعرفي إنه كذا، لا ترضي. وقف اسمعي، لو عرفتي انه زوجك بده يروح بجاهه واسطه مشان يطلع واحد متصرف، قولي له والله بزعل منك، ما برضى عنك، بالمزح بالجد بطبخ لكش، انا مش قاعد عندك في البيت، اتقي الله، لا تستخدم الطاقه الله اعطاك اياها بالحرام. تخيلوا لو اشتغلينا، عفوا، لو اشتغلنا كلنا بهذه الطريقه. انا راح احكي لكم باخر فيديو ليش عم بحكي هذا الحكي كله، بدي اجله مشان اعملكم تلخيص، بس هذه الرسالة الثانية. الرسالة الثالثة، اللهم صل على سيدنا محمد. هلا عم بسمعني إعلاميين أو على الأقل وصلوها، في إعلاميين وفي خيرين كثر وفي وجهاء وفي ناس عندهم قدرة يدخلوا على الداتا وعلى المعلومات بحكم وظائفهم السابقة والحالية وقرايبهم أكثر مني بألف مرة. سؤال، إذا الإشاعة صح إنه في رئيس وزراء سابق متكتم عليه لأنه كان يدعمه، ليش عم نخبي اسمه؟ أنا وإذا في فعلا الإشاعة صحيحة إنه في مرشح نيابي هو اللي طلعه، مرشح نيابي اللي طلعه يجب أن يحاكم بأنه شريك في القتل أو محاولة القتل أو الدنيا عالم، ليش متخبي اسمه؟ معقول ما في ناس عارفه؟ طب ليش عم يتكتم على اسمه؟ سؤالي، كل من يستطيع أن يوصل المعلومة، ترى ديروا بالكم السوشيال ميديا هي من نعم الله سبحانه وتعالى. سؤالي لأي إنسان يعمل بأي دائرة بأي جهاز بأي مؤسسة، عندك القدرة بس تكون متيقن دون ما والعياذ بالله، يعني شو بيقولوا، يعني نفتري على أحد أو نتهم أحد، لا، بقول للي عندهم القدرة يوصلوا المعلومات بدقة، طبيعة وظيفتك ماشي، المركز اللي انت فيه بأهلك انك تعمل هذا الحكي، خلي الناس تعرف، سرب المعلومة، خلينا نعرف مين هم، مين هم، مين هو هذا، وليش ما يتحاكم، ليش ما اذا صح المعلومة، اذا مش صح لا حول ولا قوة الا بالله، اذا صح ليش ما ينفضحوا هدول عم بدعموا، ليش عم تستر على اسمه؟ ليش ما ينفضح؟ إذا الواحد بيعمل زي هذاك اليوم، بتذكر إذا بتذكر لما قالوا عن 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 قصة ويبدو أنها تكررت، لكن طلعت في إحدى المولات الكبيرة في عمان، جاي مسكين، أنتوا طلعوا شوفوا كيف جاي شخص
عم بيحاسب زي ما تقول على خبز، فاكتشفوا بجيبته منفوخة مش عارف إشي زي هيك. المهم اكتشفوا إنه سارق علبة جبنة، عم بيحاسب على الخبز ومخبي علبة الجبنة. المهم نادي السكيورتي، السكيورتي وكد علبة جبنة يا بنص ليرة يا بسبعين قرش يا بليرة. فوقفوا اللي عم تروي القصة، وأخت فاضلة كتبت والله قسما بالله إنه قشعر بدني لما سمعت القصة. مول معروف بعمان الغربية، تخيلوا عم بيحاسب واحد على الخبز وبجيبته علبة جبنة. المهم اجوا ايش نادوا السكيورتي، اداره المول اجت والسكيورتي اجت، اتدخل الناس، طلع الزلمه ميت من الجوع وما معه غير حق الخبز، راح دور على ارخص اشي بيطلع بايده يشتري، عفوا بيطلع يعني هو عارف هو ناوي يسرق بس من الجوع، فدور ما دور على مثلا علبه اشي لحم ولا اشي لا لا لا، راح على اشي رخيص جدا جدا جدا، شغل 70 قرش 80 قرش بس يسد جوعه. خباب جبته، المهم انمسك. شوف تعدد زلمه طويل عريض كبير، حسب ما اذكر قالوا كبير، يعني نحكي 60 وطالع، خبز وجبنه. الصوره اتضحت، السكيورتي مسكوه، اجت اداره المول، الناس قالوا يا اخو يعني زلمه جوعان دنيا وعالم، واقف بيستاهل مستاهل، كركبة فراس المحترم ابن المحترم المسؤول المعني دون أهلا، بدنا نعمل محضر ضبط، ولك محضر ضبط على 70 قرش، وعرفت انه لانه من الجوع. المهم قامت الدنيا وما قعدت وتوسط وكذا، مين اللي انجلط؟ الشرطي، تخيلوا نادوا الشرطة اصروا، تخيلوا الشرطي اللي جاي بده يطبق القانون حسب ما وصفت الاخت في الكتابة، كان لو بيطلع في ايده ينتفه للي ناداه، اللي مش طبعا مش قادر بالقانون لازم يضبط يعمل كذا يعني انه، فكأنه بيقول للي ناداه بيقول له يعني يل بعيد ولك ما بتستحي، ولك شايفه زلمة كبير والهدف بيقول جوعان بده يأكل واخد 70 قرش، بتعمل محضر وضبط وتطلب الشرطة وبتناديني أنا يا زلمة غمض عينك ومشيها، وفضيحة ودنيا وعالم. المهم عم تروي هالقصة، سامحونا الواحد حلقه جمل، عم تروي القصة في تفصيل نسيتها. المهم سكتوا عمروا كذا هدوا الموضوع، إجا الضابط أظن ضابط المفرز الأمنية اللي إجت دفع عنه، جمعوا له عملوا له لمة مش عارف كم كذا، ضبضبوا الموضوع بعد ما طبعا حرج أمام الناس. فموطن الشاهد هنا المؤذي في الموضوع إنه ترك الخبز وترك الجبنة وترك الناس واختفى عنهم وهو يبكي. هذا عرفنا عنه. والأخت الفاضية ريت بس أقدر أتذكر مقالها، الله يجزيها الخير، أنا عم بتذكر المضامين يعني، هذا حق قبل حوالي يمكن سنتين ثلاثة، طلعت هي نفسها تبكي، هاي اللي هي عم تكتب بتقول ما أعرف شو أسوي له زلمة كبير طلع يبكي، طبعا لا سد جوعه ولا كذا، وهذاك اللي مش عارف شو بدي أسميه أنا اللي قوم الدنيا على سبعين، باجي بتطلع أنا موطن الشاهد تبع المول. أنا سؤالي تبع المول هذا، لو صدف السكيورتي مسكوا شاب مهندس ومروق وسنسال الذهب من هون وحاطته عامل وحاطط بجيبته موبايل من المول، بدي افترض حقه 600 دينار يعني، يفترض ينخرب بيته بيت ابو اللي خلفه كمان، ومسكوه وعند لحظة ما بدك تنادي الشرطة عرفت انه ابن فلان ولا ابن علتام على السريع ولاه وكذا الى الاخير وكذا، يعني بتليفون صغير وابشر وعراسنا ومعلش وكذا وابنك زي ابنه، هذا اللي بنعمله مع انه مش محتاج، مع انه هامل ومدلل وبارد وجه وسقع وحرامي ولازم يتربى، ومع ذلك بنسامحه. لذلك هنا داخل نفسي ما لي بتطلع بقول يا الله، تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عم بيحذرنا من ان نكون مثل بعض الاقوام اللي سبقتنا، لا تكونوا كقوم الفلانيين، كانوا اذا ايش سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. تردروا بالكو هاي مشكلتنا إحنا كمنتاليتي كمجموعة مواطنين، ترى إحنا بنعمل هذا الحكي، إحنا كلياتنا في اللاشعور. أنت أسأل نفسك الآن أسأل نفسك، لو واحد من كبار العيلة تبعتكم عمل دنيا على كلكم رح تروح، وأنتم بالتأكدين لو عمل جريمة تحرش دنيا عالم وثابتة عليه 100% راح تنادي اولاد العموم واولاد الاخوال والعائله وما بيصير ابن العيله وابن الكذا وابن الكذا وكذا وتتصطوا وتوسط، احنا كلنا هذا بنعمله، احنا مجرمين احنا كلياتنا. ولو
ربع هاي الجريمة انعملت من واحد ضدنا ما وراء ظهر، ولا عيلة ولا عشيرة ولا عدد ولا دنيا. يا حبيبي ثكلته أمه وثكله أبوه وعائلته، والله لنقوم الدنيا كلها عليه. بدنا نتحرك من هنا يا أخوي أحب، إحنا مشان نوصل لمرحلة الزعران هذولا ينفضحوا والرؤساء السابقين وراهم ينفضحوا، والنائب اللي نزل الانتخابات ما يسترجيش ينزل عن النيابة أصلاً، بيصير عند وعي عندك وعندي وعندك وعنا وعي رقم واحد. اثنين، ما نرضى وما نسكت وما نمرر، نحكي بيناتنا بعائلاتنا بجلساتنا غلط صح ما بيصير حرام حلال، لا ترضى يابا يا أمي يا عمي يا خالتي وجايين على الانتخابات على التصويت، صرخ أن توقد شمعة خيرا من أن تلعن الظلام. طيب، ورسالة أخرى يا أخوي أحبي، ما بعرف مين بيطلع بإيده، والله إني أنا متألم وما بعرف شو سبب قرار إيقاف اللي صور الفيديو، أنا مو قادر أستوعب، مش قادر أستوعب. طب لولا اللي صور ونشر، لولا الله يجزي الخير بسببه عرفنا حجم الجريمة، من وين يجي كل هالتعاطف وكل هالدعم وكل هالضغط ويوصل لأعلى مستويات ورأس الهرم في البلد يهتم ويعطي توجيهات وتحرك الأجهزة الأمنية؟ لولا شفنا بعينينا من وين كان راح يجي التحرك، كان شو سمعنا فيها؟ ممكن تيجي أي قناة من هالقنوات ماشي، مثلا تجي قناة الخوخ على سبيل المثال تقول لك مشاجرة في مدينة الزرقاء بين مجموعة أفدت عن بتر بعض أطراف أحدهم، خبر هيك صغير بس وراحت وتحت الموضوع، والله أقول لك لا بتقرأ ولا أنا بقى ولا معنا خبر في الموضوع وتروح راح وراحت، يعني ولا حدا حس فيها دنيا عالم. طب هذا الإنسان، طب هو اجتهد ماشي، هو كان دارب وقتها إنه قانون كذا بيمنع قانون بيطلع بيصير وما بيصير، ما شو بعرفه هذا، هو مش من إحس حتى شو كان بيحكي في الفيديو للي فيكم شاف الفيديو، قال له أنا ما بعرف ما بطلع ليش أنا إني أحركك أعمل إشي روح أذيك أنا اتصلت أو كذا إلى آخره وصور. والله لولا هو عمل كان ما تحركت كل هالنفوس ولا كل هالنواب ولا هالأعيان ولا الدولة ولا الأجهزة ولا رأس النظام كله، من وين خبر صغير وراح بس هوشة خلاف مش عارف مين على كذا، لا بتروح بخبر صغير زي ما قلت لكم، تيجي إحدى القنوات أو هالصحف الصفراء بتكتبه بتروح وما وخلص انتهينا. فأنا مش قادر أفهم إيش الأساس اللي بناء عليه تم معاقبته، ها مو قادر أعرف. لذلك أرجو أن يكون في نوع من الدعم الضغط هاشتاج حملة إنه نقول له الله يجزيك الخير فهمتنا وعرفتنا فهمتنا حجم إيش عم بيصير في بلدنا وإحنا ما معنا خبر، ويفترض أجهزة الدولة تشكره. أنا هذا رأيي شخصي، رأيي إنه يفترض يشكره ويقولوا جزاك الله خير تاني مرة لبعض الناس إذا صار ما هيك تصرفوا، أما ينحبس ويتجرم أنا مش قادر أستوعب ليش، أنا مش قادر أستوعب. اللي بأيدني في هذا الموضوع وبيعرف بيقدر يوصل لناس يعني عندهم الخير يتحرك. طيب النقطة التي تليها، اللهم صل على سيدنا محمد. طيب مش كل شيء بيقدر يحكي الواحد، بعض الأحيان بكتب أشياء وما بحكيها. قال شوف لما أحضر بكون متحمس، لما أجي بدي أحكي بتردد. طيب رسالتي النهائية إيش؟ اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. النقطة الأخيرة اللي أختم فيها يا أخوة يا أحبة، ماذا سنستفيد؟ طب أنا إيش بستفيد من كل هاللي عم تحكي يا دكتور من كل هالكلام إلى آخره؟ شوفوا يا أخوة، أنا وأنتم على الأقل عم تسمعوني الآن، إحنا عبارة عن مواطنين لا نملك إلا فقط أن نقول رأينا، وهذا الرأي قد يكون في معلومة وقد يكون في تصحيح لمفهوم وقد يكون في تنبيه وقد يكون في تشجيع وقد يكون في كشف حقائق وقد إلى آخره. لا تستهينوا بالكلمة، أنا اللي بنقدر عليه إن نحكي
ما نراه حقا وخير في ظاهر ما يبدو لنا. طيب شو استفدنا من الحكي؟ لا انت 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 ارمي المعلومه او احكي الحق بالمنبر اللي الله بكتب لك اياه باحكم طريقه ممكنه، ما بعده الله يتولاه. انت مطلوب انك تحكي اذا كنت صاحب حكي طبعا، هذا مش للكل اللي مثلي بحكي، لاني انا مش صاحب سلطه، لا انا قاضي ولا انا وزير ولا انا رئيس وزراء ولا انا حاكم ولا انا شرطه ولا انا لذلك انا عباره عن اكاديمي واعلامي، دوري وين بقف عند الحكي. التنفيذيين حسابهم مع الله موضوع ثاني يعني هذا، بس انا وانتم في الاغلب انتم اللي قاعدين عم تسمعوني، احنا من جماعه اللي نسمع بنشوف وبنفهم وبنحكي. ترى اذا ما بنذكر وما بنوعي يموت ذكر الحق تماما وسيزداد الباطل. هذه من زاويه. اثنين، الكلمه بعض الاحيان بتوفيق من الله وبركات من الله، واذا كان قائلها مخلصا بينه وبين الله قد تتسبب في ان تصل لشخص يتلقفها ويكون صاحب قرار او مؤثر او مؤثره على صاحب او صاحبه قرار. يو نيفر نو، انت بتحكي الكلمه بتوصل، بتقنع، بتنبه بلحظة صفاء، بلحظة ود، بلحظة ندم لشخص مسؤول، الكلمة بتوصل. هاي الكلمة بتخليه ينتبه أو يغير قراره أو يرتدع يخاف من الله سبحانه وتعالى. يعني إحنا طب هو دور من الأدوار اللي نعملها يا أخو، إحنا هو يعني بشكل عام أصحاب القرار والمسؤولين هم بشر، والبشر عندهم لحظات ضعف ماشي ولحظات قوة، وعندهم لحظات تجبر ماشي، وعندهم لحظات خير ومساعد إلى آخره. ما بتعرف يعني، أنا بدي أتخيل أنا أو أي واحد فيكم اللي قاعدين عم تسمعوني، يعني الله يجزيكم الخير، الفيديو قبل هذا أنا مصدوم إنه كاد يصل فوق وصوله تقريبا لثلاثة أربع مليون، لو استفاد منه فقط ربع مليون، تخيل 250,000، بدي أعتبر بس في 15 من الربع مليون اللي شافوه أو تأثروا فيه 15 واحد بإيدهم سلطة جزئية. طب عملنا خير ولا ما عملنا خير؟ الله يجزيكم خير. أنا حكيت انتوا شيرتوا، تشير لأكثر من يمكن 1500 شخص، حطيتوا كومنتس، حوالي 6000 واحد علق كومنت وشير. طيب احنا ما بندري هلأ اللي 3 ارباع مليون اللي وصلهم، لو واحد منهم مسؤول بلحظة ضعف أراد أن يتوب من الله لتقصير بينه وبين الله فرضا، انتوا هيكوا تفهموا ربنا سبحانه وتعالى يدير الكون بطريقة احنا ما بنعرفها. أنا بحكي الكلمة، تخيلوا هيك سيناريو أعطيكم، الآن حكيت انتهى دوري، الآن نيتي أنا أزعم نيتي الله تعالى يا رب لوجهك الكريم تفريج هم، رفع كربة، تخفيف عن الناس، توعية، زكاة علم، هذا دوري. طيب أفترض هذا الفيديو ساعدتونا على نشره وصل لمليون واحد، وصل اللي شافوه فتحوا 1,000,000 يا سيدي، اللي تأثروا فيه 10,000، من هذول 10,000 بدي أفترض واحد من المسؤولين اللي إله قرار قوي جدا ومن النوع أقول لك يا سيدي شخصيا أنا هو ما بيحبني، مش بس ما بيحبني ما بيطيقني كمان، ما أدراك أنه هذا الشخص اللي ما بيحبني وما بيطيقني صدف أنه إحدى مشاكله في حياته هو قوي وصاحب سلطة وعنده فلوس وعنده جاه وعنده ولكن مبتلى بالعقم ما بيخلف، إله متزوج 15 سنة وما عنده أولاد فرضا، بدي أفترض هيك ماشي، بلحظة ما بيجي ببشروه وأخيرا الحمد لله تم الحمل، زوجتك حامل، من فرحه نزل سجود شكر لله تعالى، يا رب يا رب لك الحمد يا رب لك الشكر، صار عنده شعور بده يشكر ربنا بشيء هيك يكفر عن يعني عن كل الماضي تبعه. باللحظة هاي ممكن ربنا يخليه يغلط وهو عم بفتح الفيسبوك أنا أجي بوجهه أنا اللحظة هو ما بحبني وما بطيقني بس ربنا بحطني بوجهه، هو الآن هو بلحظة صفاء وفرح وانبساط وبده يقول له الله شكرا، فربنا بعت له أخوك الفقير بوجهه عم بحكي بقضية يمبم إلى آخره سوي هيك أو اعمل هيك سمعها مني، فربنا رح يلهمه أنه اللي عم بحكي أنا هو اللي الله بده إياه. هاي بتكون رسالة ربنا مع أنه ما بطيقني وبعبني بتخيليني شو اللي بيصير؟ هذا بيدين الله سبحانه وتعالى. هلأ هو قد ما هو فرحان على أنه مرته حملت وقد ما هو فرحان قد ما هو فرحان على انه يعني اشي كان متمنيه طول حياته مستعد يدفع عليه الملايين، وصار عنده راحه نفسيه مستعد يسوي اي شيء لله تعالى،
فإجا هالعبد الفقير عم بيقول لله تعالى مثلا شد على الزعران، لله تعالى طلعوا المسكين اللي ما عمل إشي، لله تعالى طلعوا الأب اللي ما عملوا إشي. طب إجت ضربت وله وزن بيقدر يأثر على هذا الموضوع. خلال أسبوع كانت المشكلة محلولة. هلا أنا ما بعرف هذا الحكي، أنا هذا بشوفه يوم القيامة. أنا لا أدري، في أنا بعطيكوا سيناريو الموضوع أعقد من ذلك. يعني باللحظة هاي الكلمة اللي أنا عم بحكيها أنا وأنتم عم بعطيكم مثال ممكن توصل لمئة واحد من هذا النوع، وخمسين يقول لك لد 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 بيش بهذا الفتفي إلا عن كذا كذا إلى آخره، يمكن يبزق علي على التلفزيون، يمكن وأنا عم بحكي بعيد عنكم طبعا يبزق على الشاشة. بس إن شاء الله أجي يوم القيامة باخده منه، ما عندي أنا have no problem. والخمسين الثانيين 25 منهم يقول لك يا شيخ مسكين لسه في حيل يحكي ما زهق. والخمسة وعشرين اللي ضلوا يمكن 13 منهم يقول يا أخي والله مش عارف منجيب الطاقة، يعني بيضيع وقته على الفاضي، يا أخي اللي يحكي طق راسه في الحيط. وآخر 10%، خمسة منهم يفكروا وتيجي هيك لحظات رحمانية يرد، تيجي اللحظة الشيطانية ويتروح. يضل آخر خمسة منهم ربنا سبحانه وتعالى لسبب ما، زي ما حكيت هاي الأمثلة، أقول لك يكون مقصر مع ربنا، عامل ظلم، عامل بده يكفر عن ذنبه، أقول لك بدهش يفرح، لا بده يكفر عن ذنبه، عامل كارثة بينه وبين الله، كارثة. ممكن يكون هذا المسؤول صاحب القرار ماشي مدمن على المواقع الإباحية، ممكن تكون مرتكب جريمة الفاحشة مع امرأة متزوجة وكاد يفضح. طبعا يفضح بمعنى منصبه ومكانه وجاهته كله كله كله، غير عن انه عائلة البنت او عشيرته رح تيجي تقتله كمان، يعني فضيحة له ولمرته ولولاده ولبناته وكذا الى اخره. فده وبلحظة التوبة فربنا نجاه وستر عليه لسبب ما، تسكرت الموضوع. تخيل عنده كارثة هل قد كان بده يقتله بسببها، بشغلة اخلاق اعراض ودنيا وعالم، اشي قديم يعني، اقصد ايام يعني مثلا الجاهلية تبعته. فهو وكذا إلى آخره، يجي بلحظة ما ربنا يبعث له رسالة إنه تسكر الموضوع بطريقة ما، انستر عليك يعني، لا فيها فضيحة لا عليك ولا أهلك وكذا إلى آخره. فداخل نفسه بس بده يكفر عن ذنبه، يشكر الله على الكارثة اللي أمام منها، يجي الفيديو تبعي بوجهه. تخيلوا هسه بس بده يشكر الله على الستر اللي الله بعث له إياه. الكلام اللي عم بحكيه سواء عم بحكي عن النواب سواء عم بحكي عن المحافظين سواء أي رسالة أنا اللي حكيته الآن، قد إذا بدك تفصله لجزئيات بتطلع منه 20 رسالة، كل رسالة بثلاث دقائق، واحدة منهم بلحظة ما، وأقول لك بخلي ربنا يفتح بالغلط كمان، يكون بده يفتح على إشي معين أطلع أنا برضو أطلع بوجه تترلا كلام جد قرص ولو بوجه إجي بده على طب تيجي الرسالة خلص وهو بده. طبعا أنا أسلوبي بجيبه بطريقة المزح، بس أنا متيقن أن هذا جزء بسيط بسيط جدا 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 من عظيم حكمة الله. أقول له ربنا عظيم يا جماعة. أنا بس للناس اللي بيقول لك شو بتستفيد من أنك تحكي، عم بعطيكم مثال بشرح لكم لما تحكي شو ممكن يصير في الكلام اللي بتحكيه، ما حد فيكم يستصغر ويستقل الكلمة. هلا أقول لكم لو أنتوا اللي قاعدين تسمعون الآن، أنا أول ما بلشت البث كان معي باي سكند على الهواء 2001، يعني باللحظة كانوا 2000، بعد شو 1900. هلأ بخلص البث بيكون اللي استمعوا للبث يوم ما أخلصوا بين 28 و 46 ألف. هس باللحظة هاي. طيب بدي أفترض أنه ولا واحد فيكو قرر يرد علي بكلمة، قديش أنا بكون خسرت ولا إيش؟ بدي أفترض ولا واحد فيكو مقتنع بكلمة من اللي حكيته أو خايف يعمل أي أكشن يتأذى، أنا شو بكون خسرت؟ ولا شيء، أنا ربحان، أنا كفيني النية عند الله. وهون بدنا نبهك عليها بالخواتيم يا أحبة يا إخوة يا أخوات، حكيتها يمكن على البث والله أعلم بالعشر سنين الماضي يمكن 100 مرة، وراح أعيدها 101. قاعدة معذرة إلى ربكم، قوم من بني إسرائيل في من كان قبلنا، جماعة مؤمنين متبعين لشريعة موسى عليه السلام، عندهم أنبياء، عندهم مصلحين، عندهم مذكرين، عندهم علماء دعاء، مسلمون، دير بالك من اتبع موسى عليه السلام فهو مسلم يعني على شريعة موسى في وقته، ومن اتبع عيسى عليه السلام فهو مسلم، من اتبع نوح عليه السلام فهو مسلم، فهم مسلمون من بني إسرائيل في عهدهم، أمروا بأوامر معينة ماشي؟ غلط صح بيصير ما بيصير، وصلهم النص واضح عبر الأنبياء. جماعة هي قصة أصحاب السبت، القرية التي كانت حاضرة البحر، جماعة ساكنين على البحر شيء طبيعي، جزء من غذائهم وتجارتهم كذا الأسماك شيء طبيعي،
زي عندنا في الأردن أهل العقبة، أهل العقبة جزء رئيسي من حياتهم السمك، وحيا الله طبعا أهل الأردن جميعا والعقباوية. فالآن هذه القرية قاعدة حضرة البحر، ربنا سبحانه وتعالى امتحنهم أمرهم أنه ممنوع تصيدوا يوم السبت. فالجماعة وسمعتوها مني كثير لكن لازم نضل نكررها، أنا لن أمل من تكرارها حتى ألقى ربي وأدخل الحفرة. فالآن جماعة قال والعياذ بالله والعياذ بالله، بدهم يستهزئوا بربنا أو كأنهم يظنوا بدهم يضحكوا على ربنا يعني. المهم كانوا يضعوا الشباك مساء الجمعة تخيلوا، ويسحبوها صبح السبت، عفوا صبح الأحد، وتيجي الأسماك تبعت السبت تعلق كلياتها ويسحبوها. كانوا إحنا ما صدنا يوم السبت، إحنا ما كسرنا الأوامر، عم يستهزئوا بالشارع باختصار يعني، زي ما أنا ناس منك تعملوا مش موضوعنا. في موطن الشاهد، موطن الشاهد لاحظوا يعني عشان الصورة تكون، بدي أفترض إنه هذول هما المجموعة اللي استحقوا العقوبة. الآن استحقوا العقوبة، اعتدوا على أمر الله، مسألة وقت سوف يعاقبون. المؤمنون انقسموا إلى فريقين عشان تتذكروها تماما. المؤمنون هذول المؤمنين من الملتزمين، وهذول من العصاة. العصاة استحق العقوبة مسألة وقت، يعني زي ما تقول بلغتنا القضائية صدر القرار في حقهم أنهم سيعذبون، نقطة. واضح؟ المؤمنون انقسموا إلى فريقين، فريق بقي يذكر ويقول لهم يا جماعة اتقوا الله، يا جماعة ديروا بالكم، ما بقدروا يمنعوهم، ما عندهم السلطة، اتقوا الله، الله حرم عليكم الصيد في هذا اليوم، خافوا الله، خافوا بولادكم بنسوانكم بأنفسكم، بذكروا. المجموعة من المؤمنين فريق ثاني، وإذ قالت طائفة منهم، شوفوا هذولا بيحكوا لهذول، هذول الاثنين ما عم بيعملوش الغلط، بس شوف الحوار الخطير بيناتهم، منهج قانون عجيب ربنا سطر لنا إياه. وإذ قالت طائفة منهم لهي الطائفة لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، بتضيع وقتكم ليش؟ زي ما أي واحد ممكن يحكي لي الآن على كذا، والله إنك فاضي أشغالي يا شيخ، لسه فيك طاقة تحكي؟ أنت إذا بتعرف مع مين بشتغل بتعرف إنه في طاقة بحكي. أنتوا بتعرفوا مع مين بشتغل؟ بالمناسبة أنتوا بتعرفوا أنا عند مين بشتغل؟ أنا بشتغل عند الله لمعلوماتكم. أفتخر أدي موظف عند الله سبحانه وتعالى، أذهب إلى حيث ما يغلب على ظني ما يحبه الله وما يريده الله. بقول لك فلما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، شو ردوا عليهم؟ هذا اللي بدي إياه. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. رقم واحد إيش؟ معذرة إلى رب. شو يعني؟ تعرف شو يعني معذرة إلى ربكم؟ بدي أشيل المسؤولية عني أمام الله يوم القيامة بإني أديت دوري اللي بقدر عليه. شو دوري؟ بذكر بشرح بحكي نقطة. طب بس ما ردوش عليك، مش مشكلتي، مشكلتي أنا أحكي، أنا مشكلتك أنت لازم تحكي، تشرح، ترجم، تفسر، تحكي مع أهلك، مع إخوانك، إخواتك، المفاهيم اللي بتسمعها مني المفاهيم اللي بتسمعها مني من غيري، من أي حدا من الدعاء، من الإخوة، وهم كثر الله يزمخ، كل واحد عم بيغطي ثغرة. دكتور هيثم طلعت عم بيحكي عن الإلحاد، الله يجزيه الخير دكتور إياد القنيبي بيحكي عن موضوع الداروينية والإلحاد، بتيجي للشيخ حسن حسيني الله يكرمه عم بيحكي قضايا دعوية، تروح لف لا في منهم لا كثيرين جدا. تسمع الفكرة، لا تخلي توقف عندك، روح احكي مع أهلك، ربي أولادك عليها، الدردش فيها مع قرايبك مع أهلك. موطن الشاهد عندي برجع، وإذ قال الطائفة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، يتذكروا هذا اللون. قالوا سجل خط أحمر حطيته أنا بالخط الزهري والأحمر، معذرة إلى ربكم، احفظوها مني يا أحبة. ليش بتحكي معذرة إلى ربكم يا زلمة؟ مش بضيع وقتك، معذرة إلى ربكم يا زلمة، شو دخلك بكل هالطالب؟ معذرة إلى ربكم، أنا بدي أعذر نفسي، أنت فكرك يعني أنا لا بعرف أنتوا بتعرفت هسا، أنتوا موجودين عندي، أنتوا 99% منكم بعرفش من أنتوا، يعني أنا كثير هامني من أنتوا. ما أقول لك صراحة، أنا هامني إنه الله سبحانه وتعالى ما يحاسبني يوم القيامة، معذرة إلى ربكم، لأني أنا إذا الليلة دخلت الحفرة لا أنتوا بتخففوا عني ولا أنا عارف من أنتوا، ولا بطلع بيدكم إشي ولا إشي، أنا بين يدي الله. تعال يا عبدي يا فلان يا أمجد ابن محمد، أعطيتك القدرة واللسان والفهم، فتحت لك مجال الإعلام، حكيت والله يا رب بتعرف خفت يزعلوا مني، تعال
والله يا رب تعرف من كنت حاسب حساب العائله الفلانيه والمش عارف مين الفلاني وفلان ما يزعل مني. طب ماشي ما دام حاسب حسابه ما انت مش حاسب حسابي تفضل على الحساب. والله يا رب كذا والله يا رب اني حكيت وما قصرت لكن ما كان ردوا علي. مش مشكلتك سويت لي عليك تفضل اهلا ومرحبا بك. وقتها بينطبق عليك ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون الى اخر الايات اللي بتعرفها كان عده مرات. ف الله يكرمكم ويسعدكم ويجزيكم الخير شو ما كان الموضوع. فساد سياسي فساد بدوائر بكذا الى اخره. طب شو بيطلع بايدي؟ شو اللي بيطلع بايدك؟ بيطلع بايدك تعرف الناس عرف، بيطلع بايدك تهرب المعلومه بحيث الناس تتوعى الله يجزيك الخير. بيطلع بايدك انت يعني هلا معقول انا اكون قدرتي في التأثير والتغيير زي واحد صاحب منصب قضائي مثلا؟ أكيد لا. أنا بحكي بس هو بفعل. هلا هنا النقطة اللي بعديها وكل واحد بحسابه، بس أنا عم بحكي على اللي ما بطلع بإيده عملية، بس بطلع بإيده عملية وحسابات أخرى. ديروا بالكم أنت يا مسؤول بغض النظر وما كان مسؤوليتك، وهذا بحكي عن الإعلامي اللي بيشتغل بوسيلة إعلامية رسمية، وبحكي عن أي منصب أمني قيادي سياسي اللي بدك إياه، اللي بيطلع تحت ايدك في ايدك شغله معينه. اذا بتعرف نفسك انت هناك ديكور وما بتقدر تنفذ، انت حسابك عند الله على المنصب، يا بتنفذ يا بتنسحب، نقطه بس. ما بدهاش حكي كثير. ما هو جماعه العبد المامور هذا عبطوا خلص، ما بتقدر انسحب، ما بتقدر تطبق الخير او في المكان. انا بحكي للي تحت ايده سلطه ماشي، ما بتقدر انسحب، بس هو حج عليك امام الله سبحانه وتعالى لازم تعمل. انا دوري احكي، انت دورك تعمل ماشي. طبعا هذا كلام عام ترى، مش بس بالمعنى السياسي والامني فقط، هذا بينطبق على الشركات الخاصه، بينطبق على العائلات، وبينطبق على الازواج والزوجات المبدا. بس احنا قضيتنا الان اقرب لبدها تشريعات ونواب ومجلس، والقصه اللي حكيناها المره الماضيه تقريبا على قضيه اللي اختم لكم فيها ان شاء الله. بعد ما اختم باذن الله راح احاول امر على الرسائل بما يفتح الله، اذا في شيء له يعني علاقه باللي قلته بجاوب عليه باذن الله. على موضوع الكلمه ما بتعرف شو اللي بتصير وتوقيتها وكيف وامتى، قصه من التاريخ الاسلامي، هي قصه تاريخيه اخلاقيه سياسيه لكن اثرها مرعب. مين يعني تخيلوا الصدمه الان، مين فيكم ما سمع من عمر بن عبد العزيز؟ ركزوا معي مزبوط، مين من أمة الإسلام ما سمع بعمر بن عبد العزيز؟ عمر بن عبد العزيز شو بنسميه إحنا؟ خامس الخلفاء الراشدين، مع إنه عملياً بينه وبين رابع الخلفاء الراشدين في أكثر من 40 سنة، 40 أو 50 سنة إن لم تخني الذاكرة. علي رضي الله عنه بين 43-46، عمر بن عبد العزيز 97 هجري، عم نحكي على 50 سنة يعني، وبيناتهم عم نحكي على عدة خلفاء من بني أمية. طب ليش بسميه خامس خلفاء الراشدين؟ بسبب العدل، بسبب المواقف الرهيبة اللي سواها، اللي عملها، اللي 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 فموطن الشاهد. كم من الناس بيعرف؟ طب وديروا بالكم عمر بن عبد العزيز لم يكن دوره هو ليكون خليفة، ولا هو ابن خليفة. الخليفة عمه، وفي على الدور ابن عم، ما لهش دخل. طب شو اللي دخله على الخط؟ الخليفة اللي كان قبله كان مقصر وظالم، خربطت الآن أظن سليمان بن عبد الملك إذا أنا مش ذاكرتي. بغض النظر، الخليفة الأموي اللي كان قبله عنده تقصير بينه وبين الله مرعب، بلحظات ضعف وإقبال على الله قبل موته عم بيحكم تقريبا نصف الكرة الأرضية، وفي رقبته من المظالم ما لا يعلمه إلا الله، وفي رقبته من الاعتداءات المالية والشخصية إشي بس إيه، خايف من الموت. بهاللحظة هاي كان من الناس المقربين منه عالم من العلماء اللي بيقولوا كلمة الحق ولا يداهنون ولا يجاملون ولا ينافقون، في قرب منه أثناء مرضه وتعبه. يعني إحنا بلغتنا العامية بنقول موات، يعني ها حاسس بدنو أجله. العالم اسمه، احفظوا اسمه، رجاء ابن حيوة. مين بيعرفوا التاريخ؟ أنتوا اللي عم تسمعوني الآن بهاللحظة هاي، أنا الفيسبوك عم بيعطيني بهالثانية هاي، اللي عم بيسمعوني الآن 1200 واحد الآن. أنتوا يا 1200 يمكن لو قلت لكم مين رجاء ابن حيوة، أنا أتوقع أنه 1185 واحد فيكم ما تعرفوا من هو.
مو مشهور. رجاء ابن الحيوة شافه تمام دول الأخير هي ما إجا يقول له سيدي وتعرف أنا اللي كنت معاك وأنا اللي كذا، بس يعني لو تكتب لفلان أرض لو لا لا طلب مطلب شخصي ولا عمل ولا انتقم من حدا ولا إيش، مباشرة فكر بمصلحة الأمة. ابنه للخليفة تعبان ولا إله علاقة واضحة، هيعمل كوارث لو إجا، شو عمل؟ راح دغري مباشرة رمى له كلمة بس، قال له والله لعل الله يتوب عليك استغفر، أنت بتحط ابن أخوك بدل ابنك اللي هو مين؟ عمر بن عبد العزيز. يعني بما معناه أنا بعطيكم خلاصة الحوار، خلاصة الحوار بلغتنا العامية لعل الله يشفع لك بتقصيرك إنك تحط إنسان ورع وتقي بخاف الله بدل ما تحط ابنك يكمل الكذا. قال له يعني بما معناه قال له فكرك، قال له لعل الله. راح جمع العائلة كلها بني أمية أخذ عليهم العهد وأعطى الولاية لعمر بن عزيز ثم مات. فجاء عمر بن عبد العزيز سنتين وستة أشهر، عمر بن عبد العزيز اللي بيقرأ أخباره العادية مش المميزة يحس إنه عم بيقرأ روايات بالخيال. إيش مش معقول، أنت متخيل قبل 1300 سنة الزكاة طعام وشراب حنطة وقمح وشعير وتمر وزبيب قوافل بما يعادل في أيامنا بالملايين تصل لمنطقة شمال إفريقيا كاملة تجوب، لا تجد أحد يستحق الزكاة، ما في فقراء. ليش العدل؟ ليش ما في؟ هو نفسه شد. المهم قصة، أنا موطن الشاهد عندي وين دير بقى؟ موطن الشاهد عندي مش عمر بن عزيز ولا بني أمية ولا التا، موطن الشاهد عندي رجاء ابن حيوة. وإيش الكلمة اللي رماها؟ كلمة بس بلحظة ما حكى لها. نتج عن الكلمة وجود عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس الراشد. 50 سنة ننساهم كلهم ما نطلع عليهم، نجي نقول الخليفة الراشد الخامس. لاحظوا وصلت الفكرة؟ فإنه أنت ما بتعرف، أنت احكي طب بس لكن يكون عندك نية ليش بتحكي، وإن شاء الله تكون صادق، مش إنه تحكي الموضوع ثاني والعياذ بالله. تكون يا رب لوجهك الكريم وأريد بها توضيحا نشرا للعلم، زكاة لما أعطيتني توضيحا، جبرا للخواطر، مساعدة للناس، إقامة في الحجة. حط هاي النوايا كلها اللي بتقدر عليها يا رب لوجهك الكريم، بعد ذلك الله يتولى. وهكذا جزء من إدارة الله لكونه، إنجاز لي التعبير بهذه الطريقة، يعني يجعلنا يفتح المجال لمن يحبهم الله أن يقول، ثم يوفق من يحبهم الله أن ينفذ، ثم هناك من يقضي نحبه ولم يشاهد شيئا من الخير لكن أجر كله بحسابه لأنه حكى، وهناك من علم، هناك من رب، هناك من نفذ وإلى آخره. الإخوة والأخوات اللي عم بضلهم يقولوا في مشكلة بالصوت، إحنا اتفقنا حوالي 30 شخص أكدوا لي أن الصوت واضح، فممكن يكون أنا بقدرش أعلي، أنا مكان عام أول شيء، أنا بكافيه يعني ماشي عند تيم هورتنز، بس إذا بيقول لي الصوت مش واضح الرجاء يعني أنه في مشكلة عندكم بالجهاز، لأنه أنا عملت تست حوالي 30 شخص أكدوا لي أن الصوت واضح. فالله يجزيكم الخير، يعني إن شاء الله تكون الصورة وصلت. خلاصة الموضوع يا أحبة، الرجاء عيدوا بترجاكم، أنا أتمنى لو أقدر أقنع بعض الناس. أنا الآن بعثت رسائل، وهذه الرسائل فيها رسائل عقدية أخلاقية فكرية توجيهية تربوية كلها داخل ببعض. أتمنى بعض الآباء والأمهات يقدروا يوصلوا لقناة على الفيديو، أنا والغيري هذا الفيديو مني للدكتور إياد، للدكتور هيثم، الدكتور مش عارف مين اللي فيها خير، تقعدوا مع بعض تفتحوا الفيديو وتشغلوه على طبعا هاي الحلقات كلها راح تيجي على اليوتيوب، تنتقل مباشرة خلال أقل من 24 ساعة بتكون على اليوتيوب إن شاء الله. تخيلوا تقعد أنت كأب كأم، أنا وغيري أي شخص ترى إنه كلام فيه منه خير وكنت تتناقش، تقعد أنت وعائلتك تفتحوا على الجوجل وتحطوا على اليوتيوب على الشاشة وعلى الريموت كنترول تمشي وتتناقشوا، طب هذا اللي بحكيه شو رأيكم فيه، طب شو رأيكم تعليق، شو كذا إلى آخره. حولوا كلامي أو كلام غيري لمادة نقاشية عندكم في البيت، ما المانع، أنا أبي قديش بفرح عليها، يعني اعتبرني كأني أنا محاضر. أنا على فكرة أنا بحكي بأسلوب محاضرة بالمناسبة، أنا هكذا أدرس وأحاضر، يعني هذا المفاهيم منطقي هو ما 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 ما, ما, ما تغير. اعتبروها محاضرة علمية توجيهية. أنا تحدثت الآن عن دورك في الكلمة، تحدثت عن الإنصاف، تحدثت عن ضرورة دعم المستضعف، تحدثت عن إنه كيف لازم نوصل لأصحاب السلطة وليش وشو الفلسفة تبعتها، حكيت عن قانون وسنة كونية، قانون إلهي ضخم هو معذرة إلى ربكم، وشو علاقته بحياتك اليومية. أنت اللي عم تسمعني، إذا كنت شاب عمرك 16 18 20 سنة شايف أبوك بظلم أخواتك مثلا، شو دورك بالكلام الحكي؟ أنت بتفكر كلامي بس على السياسيين؟ لا،
بدك توقف تحكي كلمة الحق، تحكي يابا حرام اللي بتعمله بأخواتي، ما بيجوز شرعا، ما كان بيكون لطف، ما تعقه، ما تسبه، ما تشتمه، ما تعلي صوتك عليه، حرام لك، لازم تحكي كلمة الحق، ولا تخلط بين حرمة عقوق الوالدين وما بين ضرورة بل وجوب قول الحق بألطف طريقة لأبوك لو كان ظالما مثلا. كيف تتعاون مع أعمامك عشان يقنعوا أبوك أنه ما يظلم إخواتك مثلا، على سبيل المثال أبوك بيظلم أمك فرضا، عينك وانت شايف وحاسس بالخوف منه، أو حاسب حساب لمفتاح السيارة بدك تطلع تشحط بالسيارة، أزعل أبوي ما يعطيني السيارة، ما يعطيني المصروف، ويسكت عن سهراتي، طب هو عم بظلم أمي، عم بضربها والعياذ بالله، أو بشتمها، أو بيحملها جميلة على مصروفها وحقها الشخصي، طب أنا موقف سكتت، لا أنت مجرم. طب أنت أقصد الشاب اللي شايف أبوه بظلم أمه وقادر يحكي وممكن يغير، والأب بيحسب حساب للابن لما يكون ابنه صار طوله إلى آخره وساكت، ليش؟ سيارة، تشحيط، مصروف، تأخر وساكت. لا، ما أنت شو بتفرق عنك عن أي واحد الآن صاحب سلطة عم بنظلم الناس تحت يديهم عمال يبعم، أنت زيه، بس ما هاي مملكتك، مملكتك أمك وأبوك وبيتك، بنفس القصة. هذا قصدي، كيف ممكن ننتفع إحنا بالكلام العمالي بحكيه؟ تتوقف، تحرك عمامك، يجوا لأبوك، تناقشه بأسلوب لطيف، تاخده، تكسرش العظم معاه، تذكره يابا والله أنا بحبك، أنت سبب وجودي هنا، وأسأل الله أن يأجرك ويجزيك الخير، بس عم تعمله مع أمي غلط، ما بيصير كذا، بس يا ولد ما تدخل، كيف ما تدخل؟ أنا موقف إمام الله سبحانه وتعالى، طب واضح أنت سبيتها وهي مش عاملة شيء، وأنت عارف يابا، أنت شفت بعينك إنه مش يلحقك، طب ليش بتهينها أمامنا بدون ما أمك تعرف؟ دافع عنها مثلا، عشان بعطيكوا أمثلة، أو العكس ممكن أمك تكون الظالمة، أبوك المسكين بحرث وبيشتغل وبيجي على البيت وبيجيب دنيا عالم، حراث بيجيبه طول نهارها، أبوك وأبوك 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 وأبوك، مش عجب هالعجب، بتشتمه وبتظهره وبتهد مكانته عند إخواتك وعند إخوانك، خدها على جنب يما، اتق الله. افرض قالت اسمع بغضب عليك، أنت مطلوب منك ما تشب، ما تسب، ما تشتم، ما تصيح، اصحك تفكر انه قالت لك بغضب عليك يعني الله بغضب عليه، ورب العياذ بالله ربنا بيشتغل على الكبسه عند امك يعني بتفكر؟ لا حبيبي لا، انت بتحكي كلمه الحق، قل يما انا مامور اني انا احترمك، لكن لازم اقول لك بكل لطف انت ظالمه لابوي وهذا ممكن يضيع لك كل اجرك، يا يما صلاتك اللي بتصليتها يمكن كل اجرك عماله بضيع لانك بتضلك تهيني ابوي امامي وامام اخواني وهو ساكت لانه مشان بده يضربه على البيت، يما انت شخصيتك اقوى من ابوي، انت قدرتك في الكلام اقوى منه بكثير، فاتقي الله. فرضا أنا أعطيكم أمثلة على مستوى عمام، إخوال، خالات، يا أخي على مستوى الوظيفة، يا أخي على مستوى الشركات الخاصة، صح إحنا مضطرين نناقش في الأغلب قضايا أمنية أو سياسية أو على مستوى البلد أو الدولة من كثر القضايا اللي علينا، لكن المبدأ واحد دير بالك، هذا جوابي على اللي إنه بقول لك مثلاً طب شو بدنا نستفيد من اللي بتعمله؟ طب شو بدنا نستفيد من الحكي اللي بتحكي؟ أنا هاي بعطيكم مثال عملي، شو بدك تستفيد؟ تخيلوا لو قدرت أنا أقنع بس 100 من 70 و80 ألف والربع مليون اللي بتابعوني، 100 بس، يصير عندكم عادة إنك المحاضرة إذا أنت مقتنع إنه أنا في خير باللي بحكيه تحول لموقف، تأخذ قرار لشهر تنتقي 10 من المحاضرات اللي أنا بعطيهم وتعمل نقاش حواري عليهم أنت ولادك وبناتك وتحطوا نوتس وتناقشوا وتروحوا تبحثوا وتشوفوا دنيا وعالم تطلعوا بفائدة كأنك حضرت كورس عندي، واعمل هذا الحكي مع أي إنسان تعتقد إنه عنده خير بيعمل اللي طب. إحنا دورنا يا أخوة، أنا العبد الفقير، أنا بحكي عني ونيابة عن كل زملائي وزميلاتي من اللي بتعبوا حالهم بالعلوم الشرعية والعلوم الأخرى على سبيل المثال. أنا إلي بدرس في الإسلام وبدرسه 35 سنة ماشي، درست 4 سنين بكالوريوس أصول دين و7.5 سنين ماجستير تفسير، بعدها 6 سنين دكتوراه في مقارنة العنيان، وهي إلي بدرس 17 سنة في الجامعة ما بين إلحاد، علم، مسيحية، يهودية، استشراق، تنصير، تاريخ، أديان، أخلاق، فكر، كذا، هذا مواد التخصصية. طبعا أنا يعني عدد الساعات اللي جلست فيهم على طاولة وقرأت فيهم يمكن يتعدون 18,000 ساعة. فبعض الأحيان لما أحكي بيكون عندي تجربة ممتاز. شو دوري أنا؟ دوري أوضح لك، دوري أشرح لك، دوري أنبهك، وبيخلص دوري هون خلص. أنت ما بتقدر، أنت الآن يمكن اللي عمرك 50 سنة وعندك 7 أولاد الآن وقاعد، أنت ما عندك القدرة ترجع لورا تعمل زي تقعد 18,000 ساعة تدرس. أنا إلي بدرس فوق إلي بدرس دراسة تخصصية 35 سنة. مش الكل عنده، أنا أو غيري عم بحكي أنا نيابة عمن هم مثلي، إنه مشان تعرفوا قيمة إنه إحنا لما نعطي شغلة أنت دورك بعدها تسمع، تتفكر، تأخذ الزبدة اللي فيها الخير تحول لواقع عملي بعد ما تفهم منا إذا اقتنعت بكلامنا مثلا على سبيل المثال. أنا ممكن واحد غيري يكون عم بحكي معكم متخصص في علم الحديث،
شرح لكم قديش أهمية قبل ما تحكي أنا والله رأيي ومش رأيي لازم تكون فاهم العلم الفلاني، فأنت اقتنعت قديش أنت ما بتفهم بالعلم الفلاني ولازم تدرسه. هذا بحد ذاته بتدوره البرنامج عملي، طب كيف أدرس علم الحديث مشان أفهم؟ لما يجي واحد منحرف ويضلل الناس زي الهالك محمد شحرور يرمي له كلمة يقول لك بصير وما بيصير كذا، آه والله كلامه مقنع مقنع، طب عند أنت زي ما أنت ما عندك علم، أنت ما بتعرف إيش بيحكي، أنت عم بضحك عليك عم يضلل لك الجماعة، طب روح ادرس مثلا على سبيل المثال. على كل حال أنا خلصت اللي عندي، خليني أتابع الآن أشوف بعض الأسئلة بس بعد ما أطري حلقي لأنه نشف الحلق. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نقول الله يجزيكم الخير، هناك أكثر من 35 شخص أكدوا أن الصوت واضح، فأي حدا بيعلق على الصوت عنده مشكلة في جهازه. أنا للأسف الفيسبوك ولسبب ما بيرجع لي، على الأقل في يمكن 250 كومنتس طلعوا واختفوا، أنا ما بقدر أرجعهم فسامحونا. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. أنا يا إخوة في كندا، أنا في مقاطعة أونتاريو شرق كندا في مدينة أوكفيل، ضواحي تورنتو. طيب أنا اللهم صل على سيدنا محمد. الله يجزيكم خير جميعا، كل من يدعو. في الأخت جوليانا بتقول ما بيقبلوا يناقشوا، راحت العبارة بس كأني فهمت من كلامها إنه العائلة ما بترضى، هاي بدها صبر وإقناع وشوي شوي، يعني إن أنا أقصد اصنعوا عادة بالتدريج بخطة توصلوا لهذه المرحلة. الله يجزيكم الخير. الجزء اللي في المايك بضرب بالسحام، هو مش عارف شو بدي أعمل، بقدرش أضلني حامله هيك يعني، فمشكلة هيك نعمل يعني مشكلة. ها يلا على كل حال خلصنا، الله يجزيكم الخير، يعني أعمله هيك مثلا عشان ما يضرب بالسحاب، إن شاء الله إنه يحل. طيب إن شاء الله. شكرا أخت شادي، الله يكرمك ويبارك فيكم إن شاء الله، والأخ عبد الرحمن جميعا شكرا لأن نبهني موضوع المايك والسحاب، أنا مش منتبه إنه هذا الاحتكاك عم بيعمل إزعاج. الله يجزيكم خير. والله يا أخو مش قادر أقرأ، المشكلة كل ما بدي أجي أقرأ من كثر الضغط الكومنتات عم بيطلع لفوق وبيختفي للأسف. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. يا الله هذا كيف ده. شكرا أخ مصعب. في أخ بيقول الدكتور صار لازم نعمل قائمة لمين نسمع لأن منافقين كثار. بعدها مش قادر أقرأ شو الكلام بعدي. والله يا أخي أسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا فعلا. شوف بس شوف يا أخي صح، بس دير بالك بطلوا منافقين، ربنا كشفهم، أنت ما شفتوا بعينيكم بس بالكم من شهر الماضي كم من سنة قديش في من الناس اللي كانوا يطنطنوا يزمروا يتحدثون بسم الله قال الله قال الرسول، كيف ربنا فضحهم. بعضهم بيكون عم بيئم ملايين المسلمين وحافظ قرآن، الآن اللي بلعنوه أكثر من بدعوا له لأنه ربنا كشفه. الناس اللي تركت بلد وتجنست البلد وراحت مشان البترول وصاي يتفلسف ويسب ويشتم وكيف ربنا فضحهم وكذا، وهي بينت زي الشو مدعو سي وهذا مثلا على سبيل المثال. فالحمد لله بطلوا يعني صاروا واضحين ربنا عم بفضحهم، وتعالى الله سبحانه وتعالى يعني من عظيم حكمته هذول ما بتركهم خبائين، بيطلعوا على السطح، وهذا من فضل الله علينا انه حصلنا نعرف مين اليمين ومين اليسار. ضل الامتحان علي وعليك ورا مين نمشي، تحت لواء من نسير. طيب الاخت شجرة الدرب بتقول كلامك صحيح 100%، بطلنا نعرف نميز مين كويس مين لا. والله يا اختي اللي ببذل جهده انه بيعرف، لا في اشياء ربنا عم بفتحهم يعني واضحه مش كثير صعبه. في قاعدة ذهبية اسمها طبعا اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هاي ترى بسموها القاعدة الذهبية في الأديان، اللي بدرس بعلم مقارنة الأديان بيعرف أنه مبدأ، طبعا هذا حديث نبوي عندنا، أكد على شيء
باقي الأديان على مستوى عالمي، يعني هاي إحنا نستخدمها في المؤتمرات والمحاضرات العامة مع الأديان الأخرى أو الأفكار والمذاهب، أسموها الجولدن رول، قاعدة ذهبية، لا تفعل الآخرين ما لا تحب أن يفعل الآخرون لك. كنا كذا بتلاقيها بالبوذية والهندوسية والسيخية والديانات الأرضية والسماوية ذات وجود، كله كله ياتي بسموها القاعدة الذهبية. تمثلها عندنا بوضوح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. من أبسط الأمور بقيس لو أنا في هذا المكان هذا أرضاء برضى ينعمل معي، لا فإذا أنا عارفه أنه غلط. هذا أبسط المعايير غير عن المعايير القانونية والأخلاقية العليا والآخرين. فممكن يضحكوا علينا فئة من الناس بزاوية ثم يفضحهم الله، لكن إن جنرال عندنا القدرة. الله يجزيكم الخير. الأخت غادة بتقول: أنا عندي 4 أولاد، نفسي أدرس علوم الدين، من وين أبلش؟ درست هندسة. والله يا أخت غادة أسأل الله أن يتقبل منك. شوفي، من بركات كورونا، السلام ورحمة الله، وري بردة، حياكم الله. من بركات كورونا على البشر إنه عشرات الملايين من الناس تحول شغلهم وبزنسهم وقدراتهم للأونلاين. الآن يعني لو تدخل وتدوري كم بلد فيها دورات علوم شرعية مجانية أو برسوم رمزية بسيطة جدا، ترى أنا جزء من، يعني أنا نفسي أنا جزء من وجودي هنا في كندا إني أنا عم بأسس معهد علوم شرعية بس باللغة الإنجليزية، هذا أساس لشمال أمريكا، يعني ندرسهم علوم الشرعية بطريقة مبسطة باللغة الإنجليزية، لكن أخذ بالعربي لحضرتك في كثير تدوروا شوي بتشوفوا كذا، وكورسات مرتبة جدا ولو في فلوس رمزي، فعم تحكي كورس كامل متكامل 70 و80 و100 ساعة وإلى آخره، بتلاقي مثلا $50 $70، يعني أصغر عزيمة فطور مش غدا ولا عشاء، بتجيبي صاحباتك عليهم بتحطي قدهم، يعني صار في لا بدها شوية كذا. مع سؤال بعض الناس، ما بدي أدخل الآن إني أزكي شغلة على حساب شغلة، لكن تقدري، يعني مثلا موقع صناعة المحاور كمبدأ، صناعة المحاور، المواد والكورسات والقراءات اللي بتقرأوها بتحولك لمنظرين وفاهمين لجزء أساسي بالعقيدة الإسلامية بطريقة من أجمل ما يكون، مجانا بيشتركوا فيه 7,000 و8,000 كل دورة منه، اللي بيلتزموا فيهم بالأخير حوالي 1,000، المقدمون الامتحانات بعرفش 1,000 ولا أقل، دنيا عالم. مثلا صناعة المحاور ابتدئي فيه مجانا طبعا، لكن رهيب بس بدك تلتزمي. كمثال الأخت عزة بتسأل: هل ينفع يا شيخنا زيارة القبور للنساء؟ نعم يا أخت الكريمة، نعم يجوز. النص العام للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور؟ ألا فزورها فإنها تذكركم بالآخرة. النص عام، ما قال للرجال فقط للنساء، هذا النص العام، هذا الذي أعرفه وأدين الله عليه. والاستثناء حكيتي، إذا المرأة ما تعرف من نفسها إنها بتدوخ وتوقع وممكن لا قصد محلات توقع على الأرض بدهم يحملوها أو مش من النوع، مش موجود أصلا إحنا ثقافتنا بالمجتمع بلاد الشام ما عندنا ثقافة النواح، فكرة أقصر اللي بتلطم وبتصير تمزع شعرها وتمزع ثيابها ما مش موجودة عندنا أصلا بثقافتنا بشكل عام. إذا 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 الصاحب أو صاحبة العلاقة، عفوا صاحبة العلاقة من هذا النوع ما بتذهب بخصوصيتها، أما النص العام يجيز. حياك الله أخ علاء، بيوصل إن شاء الله بإذن الله، الله يكرمك. اللهم صل على سيدنا محمد. إن شاء الله. أنا باللحظة اللي بقرأ فيها كومنت وبجاوبه بيجي بعدي حوالي 70، طيب كيف بدي أجاوب عليهم؟ مستحيل. في اخ بيقول لي اضغط على اخر كومنت بيجيب لك كل الكومنتات اللي قبلها، اضغط على اخر كومنت طلع لي البروفايل تبع الشخص نفسه، ما بيعطيني كل اللي قبلي. لا الاخ مصطفى حموده بيقول: في جامعه بتعطي علوم شرعيه بكالوريوس مجانا في الاردن، مجانا جامعه الزرقاء. جميل، الله يجزيك. هاي بتروح بالدوام واذا حولوه لاونلاين، هاي معلومه، جميل ما شاء الله، شكرا اخ مصطفى. الاخت غاده اللي كنت بتسالي عن هاي بيقول لك جامعه الزرقاء في الأردن، إذا كنت أنت من الأردن بتعطي البكالوريوس مجانا. طيب اللهم صل وسلم.
الأخ محمد يعقوب، هل ينفع جمع الصلوات في بلاد الغرب في حال عدم الاستقرار وعدم القدرة على الصلاة في وقت نتيجة طبيعة العمل؟ أخي أنا لست فقيها، معلوماتي يجوز في حالات استثنائية، مش خلص حياتي تكون هكذا. السفر معروف هذا لا نقاش فيه. الآن عندي ظرف معين، عندي مثلا على سبيل المثال لو أنا طبيب وعندي عملية، أو لو أنا فرضا أنا جراح بدي أدخل 7 ساعات على كذا، يجوز لي أجمع. مثلا أنا الآن بدي أروح على امتحان فرضا بفصل الشتاء، فصل الشتاء الظهر والعصر والمغرب كلهم على بعض، كلهم 4 ساعات فرضا على سبيل المثال، وعارف حالي يقينا بدخل في الامتحان، ممنوع أطلع، ممنوع أدخل، ممنوع كذا إلى آخره، بجمع ما في مشكلة، بجمع إن شاء الله، بجمع قبلي أو بجمع بعدي على كذا، هاي حالات استثنائية. أما يكون يعني عادة اليومية خلص لأنه أنا بالغرب هيك اسمي لأني بالغرب أو ما في عدم استقرار، شو فكرة عدم استقرار؟ بدها تفصيل يعني، ماشي إنه أنا بدي أجتهد قدر الاستطاعة، إلا إلى الظرف هذا لا يمكن تجنبه ومتكرر وما في أي بدائل له، لكن أفضل استفتاء فقيه من منطقتك يعرف ظروفك، لأنه دائما الفتوى تبنى على الظرف. لكن كحالة استثنائية أكيد يجوز، النص العام أعطيتك إياه الأصل البقاء، لكن بالتفصيل الأصل فتوى شخص من منطقتك أو فاهم تفاصيلك. في أخ بيقول لي وهل تتوقع أصحاب السلطة يتابعوك؟ أصحاب السلطة يتابعون إليسا ونانسي عجرم. والله يا أخي أنا لا أعدم الأمل، في ناس كتير خيّني مسترى، ديروا بالكم ما في سلطة حتى لو ظاهرها في ظلم أو فساد إلا في ناس خيّرين، لكن قد يكونوا قلة لسبب ما، مترددين مغلوب على أمرهم، ما بتعرف لا تعدم. أنا ليش يعني ما إحنا علينا نتحرك ونحكي، كثير من الخيّرين بيطلعوا في الوقت المناسب، والله أعلم. الأخ عدنان بيقول لمقاومة الهجم أنصح بالاستماع للشيخ بسام جرار. جميل، برضو الشيخ بسام جرار ما شاء الله عليه، عنده علم يعني وثراء وغناء طيب جدا جدا، ويستفاد جدا منه، الله يجزيكم الخير. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. طيب اللهم صل على سيدنا محمد، ما شاء الله انا خلص الحكي ما عم بلحق يا اخوه، عدد ضخم جدا جدا. الاخت ديما بتقول دكتور صوت المكان كثير طالع معك، ليش ما تسجل بمكان خاص؟ ما هو اذا بدي اسجل بمكان خاص ما ببث بعدين، لانه انا عندي شغل، عندي تحضير، عندي محاضرات، عندي دورات، عندي اتصالات، فقاعد في مكان فمحتاج الكهرباء ومحتاج الشاحن ومحتاج البطارية ومحتاج الواي فاي، وقصة طويلة يعني ما بزبط معي. وهذه اوقات هو استعدادي وتجهيزي، بكون عندي لقاءات وعندي مواعيد وعندي حل مشاكل خاصة وعندي تحضير وعندي كتابة واوراق وقصة طويلة، فإذا كل ما بدي اعمل بث لازم اروح لمكان خاص، القرار النهائي بيكون اني مش راح اعمل بث، يعني مش راح اقدر. فاللهم صل على سيدنا محمد. طيب يا اخوة الله يجزيكم خير، يكفي انا اسال الله سبحانه وتعالى ان ياجركم ويكرمكم ويبارك فيكم، والله يجزيك الخير. ادعوا لنا نلقاكم على خير، وساعدونا في نشر هذا الوعي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس الاخت سندس عم بتذكر بالدكتور، اللهم صل على سيدنا محمد، عم بتذكرنا بالدكتور محمد راتب النابلسي، هذا لا نقاش، هذا 1000 مرة حكيت يعني، هذا شيخنا واستاذنا يعني، يعني خاصة من مفاهيم العقدية ومفاهيم الفكرية العامة، والقرب من الله سبحانه وتعالى شيء رائع جدا جدا جدا، الله يجزيك الخير، السلام عليكم.